من الفريق الماليزي مرفوق ب ثانية. سيداتي سادتي لأيمن تحيادي من تيرينغانو سايكلين تيم برو سايكلين تيم ألجيريا. أصحابي عاونوني خاصة حمزة عماري كان معايا تالي ثاني مات وقدرنا نفوزوا يعني في سبرينت والحمد لله تحصلنا على المرتبة الأولى. اليوم شاهدتوا أنه كل الأمور كانت في المستوى، تكلمنا أنه المنافسة هذه ليست منافسة رياضية فقط، هي فرصة من أجل إبراز المقومات والإمكانيات لمدينة وهران وللبلادنا بصفة عامة، وكذلك فرصة للترويج السياحي بما أننا نحن مقبلين على موسم الاصطياف، ونتمنى إن شاء الله أنه كل الحاضرين معنا من أكثر من 20 دولة أجنبية يزوروا مدينة وهران كسواح في الصيف المقبل إن شاء الله. شكرا.